وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين. ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده هنتكلم مع حبه نصايح للناس اللي جايين جديده في امريكا. اليومين دول بيبقى في اول في اخر بيبقى في شهر 12 واول السنه بيبقى فيه سرقات كتير، وده حصلت معانا وحصلت كذا مره. اول مره حصلت من يمكن حوالي 15-20 سنه. كنا طبعا انتوا عارفين العربيات هنا بتجيبيها بتعمل لها يعني بيل كل شهر، او بتجيبيها يعني زي القسط وتدفعي لها الاقساط كل شهر. فاحنا كنا جايبين عربيه زي كده، وكنا وبيسرقوا الشيكات وبيسرقوا الماني اوردر وبيسرقوا الكروتا، ازاي ما اعرفش بيسرقوا الحاجات دي كلها من القلب البوسطه. هنا كل حاجه بتبعتيها في قلب الجواب في البوسطه، كان زمان بنعمل كده، دلوقتي بقت الحاجات دي اونلاين. فكنا حاطين الشيك كان 350 دولار، وواحده وصاحبتي اللي هي السوريه كانت برضو حاطه 350 دولار قبلينا باسبوع، برضو كان قسط العربيه بتاعها، وهي اللي حكت وقالت لنا اللي الجواب ما وصلش للديرر والفلوس اتسرقت. وحصلت معانا بعديها باسبوع نفس الطريقه، كنا في قبل الكريسماس باسبوع. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه كانت هاجر بتشتغل اوبر من 3 سنين ولا 4 سنين، وحد اتصل بيها اللي هو المدير بتاعها في اوبر، وراح سرق المعلومات بتاعتها وثلاث مرات، كل ما تقبض القبض يروح على الحساب عنده، هو ما يروحش الحساب بتاعها هي. بيسرقوا الحاجة ازاي ما عنديش معلومة، ما عرفش الصراحة بيعملوا ايه ولا بيهببوا ايه وبيسرقوا يعني. فعلشان كده انا حبيت اقول لكم يعني الحاجة دي. واتصلت بالشركة، والشركة عبال ما حققت وعملت وكده، وراح واتصلت بالبنك وقف الكارت وعمل لها كارت جديد، برضو سرقوا ثلاث مرات بقول لكم. وبعد كده راح الشركة معرفش يعني عملت ايه، وقالت لها في الاول ادوها المرتب. بعد كده ما كانوش راضيين يدوها المرتب، وقالت لهم ده هو بيتصل باسمكم انتوا، قالوا لها احنا اديناكي مره مش هنديكي تاني. واتصلت بالبنك تاني وغيروا لها الرقم تاني ومعرفش عملوا ايه، وادوها كارت جديد، والحمد لله يعني الموضوع خلص على كده. تاني مره تالت مره بقى معايا انا في السنه اللي فاتت، كنت بسحب من الاي تي ام، لا قبل ما اسحب من الاي تي ام لقيت ابني محمد بيقول لي ايه ده انت ساحبه فلوس من الكارت، كارت في البنك اوف امريكا. ازاي يا ابني هو انا خرجت، انا بخرج معاك ومع هاجر، ولا خرجت معاك ولا مع اختك، يبقى سحبت فلوس ازاي؟ راح قال لي سحبتيه. وبعد كده رحت قلت له طب انا سحبته ازاي؟ راح بس قال لي اسم مطعم واسم محلات مش موجوده في كاليفورنيا، في ولايه جورجيا، والتانية مش عارفه كانت ولايه ايه، يعني ولايه بعيد علينا خالص، مش قريبين لينا ولا انا عمري رحتهم، ولا حتى اقدر اروحهم بالعربيه، لازم طياره. قلت له يا ابني انا ما خرجتش. بعدين في نفس اليوم رحت اسحب من اي تي ام بتاع البنك، الفلوس اتسحبت بس انا ما خدتهاش، وكان مبلغ كبير. طب يا ربي اعمل ايه يا ربي اعمل ايه؟ فروحنا اتصلنا بيهم، اتصلنا بالمكنه بتاعت الاي تي ام بتاعت البنك، انا بسحب من المكنه بتاعت البنك نفسه ما سحبتش من جوه. راح ابني بقى لما كلمهم وحكى لهم القصه، وبعد كده راح قال لهم ايه طب المطعم والمحل دوت فين؟ فالست قالت له في جورجيا وما اعرفش فين. قال لها طب ازاي واحنا مطعم ومستشفى او محل ومستشفى، كان فاتوره ب 40 دولار وفاتوره ب 35 اللي هم اتسحبوا. طب ما انا قاعده اهو ما خرجتش وما روحتش اي ولايات تاني. فراح قال لها احنا موجودين اهو، ما رحناش في ولايات تانية، واحنا عايشين في كاليفورنيا والعنوان عندها في كاليفورنيا. فراحت قالت له غريبه، ده في مستشفى والمستشفى في ولايه والمطعم في ولايه او المحل في ولايه، يعني كل واحد في ولايه شكل.
مش عارفة تيجي ازاي يعني. انا الصراحة اهو كل واحد كل حاجة يعني زي ما يقولك همي يضحك وهمي يبكي، كل واحد في ولاية شكل. وانا قاعدة في الولاية بتاعتي معرفش اي حاجة. والاي تي ام الحمد لله يعني رجع حققوا وعملوا ورجعوا لي الفلوس، وفي نفس الوقت برضو نفس الوقت الكارت بتاع ابني محمد برضو بتاع الحساب بتاعه برضو زي كده تذكرة اتوبيس من ولاية لولاية. وبس محمد خدوا منه بتاع 5-6 مرات ويتصل بالبنك، البنك يوقفها. في الاخر راحوا غيروا له برضو الكارت وادوا له كارت جديد، وانا برضو غيروا لي كارت وادوني كارت جديد. دلوقتي بقى على الجروب، على الجروب اللي هو المصريين اللي في امريكا، بلاقي الستات بتتشكل هم بيسرقوا الكارت بتاع الفود ستام. الفود ستام بيسرقوا الفلوس منه. فاللي انا عرفته بقى اللي هم بيسرقوا الحاجة ازاي، بيحطوا مكنة في محطة الجاز او في الاي تي ام وبياخدوا منها المعلومات، وعشان كده بيسرقوا الحاجة بتاعتي وبتاعت غيري. وفي كمان بيتصلوا بيكي هنود، انا ماليش دعوة ما بعيبش في الهنود ولا بقول عليهم حاجة، بيتصلوا بيكي مجموعة من الهنود ويقولوا لك اللي احنا تبع الاي ار اس اللي هي الضريبة، ولو ما دفعتيش ويهددوك وياخدوا منك بالمبالغ 10,000 و5,000 لو ما بعتيش الفلوس دي، هيجي الميجريشن يمشوكي عشان عارفين اللي انت قاعدة جرين كارت او معاكي جنسية، فبيهددوك بكده. وفي ناس كتيرة يعني كانت غلبانة بتدفع لهم، وحصلت برضو معانا. بس احنا ما دفعناش. السنة دي اتصلوا وقالوا كذا وكذا وكذا، فاحنا اتصلنا بمكتب الضريبة اللي بنعمل بيه الضريبة، وراح قالك مفيش الحاجات دي، الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت ما بيحصلش. اتصلوا بالبوليس، اتصلنا بالبوليس قالك دي مجموعة حرامية مش في امريكا اصلا، وما نعرفش نعمل لهم اي حاجة، ما نعرفش نعمل لهم اي حاجة، ولا نعرف نعمل لهم حاجة، ولا نعرف نقضيهم، ولو وبس الارقام التليفون بتبقى هنا في امريكا، ازاي بقى ما اعرفش. لكن هم بيبقوا عايشين برا امريكا، ومجموعة مع مجموعة كبيرة يعني، وبرضو بيبقوا شغالين نصب في اول السنة عشان الضريبة اللي هي الاي ار اس بتعمليها في شهر واحد، من شهر واحد لشهر 4. فبقى بيعملوا في بيضحكوا على ناس كتيرة يا عيني، وبياخدوا منها مبالغ حلوة يعني. ربنا يصلح حالهم ويخليهم يعني مش عارفة اقول لكم ايه، ربنا يهدهم مطرح ما هم قاعدين، ولا حرام عليهم علشان دوت ما الفلوس اللي بياخدوها دي بياخدوها من الناس غصب عنها. واليومين دول زي ما انتم شايفين كل حاجة غالية ومولعة نار، فخلي بالك خلي بالك لو هتسحبي من الاي تي ام ما تسحبيش فلوس من الاي تي ام، روحي خشي البنك بتاعك واسحبي منه من قلب البنك من جوه. ولو بتشتري برضو من محطة الجاز اشتري من جوه، من يعني المحطات اللي هي بتاعت البنزين او هنا بيقولوا عليها محطة الجاز، ما تدفعيش الفلوس من بره، ادخلي يعني خطوتين، خشي جوه وادفع الفلوس وخروجي وعلى قد ما تقدري. وبرضو اللي سمعته بيقولك في المحلات الامريكانية الكبيرة برضو بيحطوا المكان زي دوت وبقوا يسرقوا دوت، بقى تلاقي الشغيلة هم اللي عاملين كده، المحلات ما بتعملش كده، المحلات طبعا ما بتعملش كده. وربنا يا رب يصلح الحال للجميع. وانا حبيت اقول لكم حبه المعلومات ديت علشان خاطر ايه ما حدش يضحك عليكم او ما حدش يتصل بيكم بالتليفون ويقول لكم احنا وكذا وكذا. ما تديش لاي حد معلومه عنك، ما تديش لحد الرقم بتاعك، ما تديش لحد رقم كارت ما تعرفهوش. وحاولي ان انتم ما تشتروش اونلاين اليومين دول، يعني ما تشتريش حاجه اونلاين، روحي المحل واشتري بنفسك علشان خاطر برضو بيتسرق عن طريق لما بتشتري حاجات اونلاين. بس يعني حبيت اقول لكم الحاجات ديت، وربنا يصلح الحل للجميع، وان شاء الله ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها لينا وليكم وللجميع. وحبيت بس انا بقالنا اسبوع النطرة بتنطر ما خرجتش خالص، فخرجت دلوقتي ابص اشم حبة هوا. الحمد لله ما فيش نطرة، بس والجو بقى ايه الجو، بصوا الجو قالب هوا
وحاسه زي ما نكون ساقعه. بصوا ايديا عامله ازاي. فحبيت اوريكم يعني اهو، هوريكم دلوقتي منظر الشجر. الجو قالب بهوا قوي، مش قوي، بسيط. بس انا حبيت اعرفكم واقول لكم المعلومات ديت والحاجات ديت، والله والله حصلت معايا ومع اولادي، مش وحصلت مع ناس اعرفها، والجروبات اللي هي على فيسبوك اللي هي الناس اللي عايشين هنا في امريكا بيخشوا وبيتشكوا وبيقولوا. فانا حبيت بس اقول لكم، لو عجبكم الفيديوهات نصايح زي كده قولوا لي عشان اعمل لكم زيها كتير. باي 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 باي.